مساء الخير. مبدئيا كده انا مش جاي عند ماما تاني، عشان كل ما اجي عندهم هنا يدبسوني ان انا اعمل حاجه بحجه ان انا عايزين يعلموني. النهارده ست صدفه جات وقالت لي قال ايه عايزه اتعلمني الكنافه، وانا اساسا مش عايزه اتعلمها لاني ماليش في الحلويات. شلت المسؤولية، عرفت ان الراحة كلها كانت في بيت اهلك. بيتعبوني لما اجي هنا، يا ريتني ما اتجوزت كنت قاعده هنا مرتاحه. شفتي، عرفت ان برضه الراحة في بيت الاهل ازاي؟ ما انتوا مش سايبيني في حالي، كل ما اجي هنا ياه، يعملوا حجة انهم عايزين يعلموني اي ايوه حاجة. لازم نعلمك، ده انا هتحرك لسه. شفت حاجة؟ ده انا ما كملتش لسه، كل يوم يعلموني اي حاجة وانا اساسا بنسى بسرعة، لا فمش ما فاهمة اي تنسيش، حاجة. مش فاهمة ازاي، مفيش حاجة اسمها مش فاهمة. انا ممكن اعمل فشار، الهيافة ممكن يعني؟ اعمل سجق بحبه جدا، ممكن اعمل ايه تاني، كبدة، كبدة بحبها جدا، بطاطس محمرة. الحاجات الهايفة دي. لا يا لكن حبيبي، انا ماليش في الكنافة وال ايه تاني، افرض جوزك تعب البط منك الحاجة والوز دي. والحمام والكلام ده. طب افرض جوزك قال لك، لا هو مش اكيل، بياكل دليفري. لا بس هيجي في يوم من الايام يقول لك اعمليها لي، هو نص الليل بيجي اعمليها يقعد لي. جنبي اقول له مفيش اكل، خلاص ما بيسكت. ينفعش، ايه ممكن اعملك في رمضان. هو بقى ملوش غير في الحلويات وبس، طب ما ليه؟ بياكلوش طب غير احنا بنعلمك حلويات وبس الحلويات. بس. لا طب احنا بنعلمك هي الحلويات. النهارده هتعلمني طريقه الكنافه، انا مش عارفه اتعلمها بس انا هجرب ان انا افهمها منها. يعني نقول بسم الله الرحمن الرحيم. عندي الكنافة، هي ياسمين بتقطعها، دي أول حاجة. وعندي سمنة، أنا أول مرة أحط في الصينية من تحت سمنة، دايما بحط الكنافة من غير حاجة، بس إني هرص مكسرات من تحت ما ومن جوه تحرقش، هتبقى سادة. لا بحط سمنة من تحت عشان المكسرات ما تجليش لما أحط الكنافة. وعندي سمنة بقى، تمام اهي. على ما ياسمين تقطع الكنافة نكون عملنا الشربات بتاعها، عشان خاطر في ناس كتير ما تعرفش الشربات، لان يعملوا دلوقتي عشان خاطر يلحق يبرد. على ما ياسمين تكون كسرت الكنافة، الكنافة دي محطوطة في الفريزر بقالها اسبوع تقريبا، ماما كانت جايباها من السوق، فقلنا عشان خاطر الكنافة تتفتفت معاك بسرعة كده لازم لازم تتفتت. تبقى متلجة من الفريزر، وتبقى تقطعيها تقعدي تكسري فيها كده. ممكن طبعا تحطيها في الكبة، هتريح عليكي كل الهري ده وهتبقى سهلة جدا. ياسمين تقطع الكنافة وانا اعمل لكم الشربات دلوقتي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا عندي 2 كوباية سكر وحط لهم 1.5 كوباية ميه. اهي بسم الله، اهي ادي كوبايه، بصوا كوبايه اللي الحجم ده. عودوا نفسكم لما تيجوا تعملوا شربات بتاع كنافه او هتعايروا حاجه بالكوبايات تكون نفس الكوبايه اللي انتوا بتعايروا بيها واحده، ما تركبوش كوبايه كبيره على كوبايه صغيره، لا تكون نفس الكوبايه. اهي ادي كده كوبايه وادي كده النص، اسيبها بقى ايه تغلي براحتها على نار هاديه. حته السمنه وقعت مني وانا بسيحها، اهي اسيبها بقى تغلي براحتها، واديها ملح ليمون او عصره ليمون في الاخر مش دلوقتي، تمام اهي، عشان خاطر شربات الكنافه ده بيبقى تقيل وبارد. ناخد بالنا يا جماعه، شربات الكنافه بيبقى تقيل وبارد، نسيبه بقى كده يغلي براحته، النار عاليه عليه ياخد غلو، ونروح موطين عليه ونسيبه 10 دقايق كده يغلي، بحيث لما ندفع عليه يبقى الشربات تقيل، تمام. نعرف نسقي بيه الكنافه وتبقى متشربه كده الشربات وناعمه وقويه وكلها حنيه. ونشوف ياسمين عملت ايه دلوقتي. اهي ياسمين بتقطع الكنافه، اهي بصوا حلوه ازاي، اهي عايزين ننعمها شويه كمان. وطبعا عشان الكنافه تستوي معانا وتبقى حمراء لازم نديها 2 معلقة سكر بودره، هي تطحنها بس كويس قوي، وبعد كده نحط عليها السكر البودره، بس تنعمها كويس قوي الاول. ياسمين نعمت الكنافة كويس قوي. عندي بقى 2 معلقة سكر بودرة، هو بس قفش شوية عشان الشتا، هو السكر البودرة دايما بيمسك كده اهو. نعمه كويس قوي. السكر ده يا جماعة بيخلي الكنافة تحمر لي بسرعة وما تنشفش معانا، بحيث الكنافة ما تبقاش ناشفة قوي، لو ضربت بها عيل ما يجيلوش ارتجاج. تعلمي لما انت بتضحكي يا هطلة. شايفين 2 معلقة سكر كبار اهو، ونقلبهم بقى كويس قوي في الكنافة. بسم الله، شايفين بالصلاة على حضرة جمال النبي، حاجة كده ألاجة، حاجة ايه ألاجة. علي صوتك، لسانك ده مش للأكل. بصي خدي بالك ما تخليش فيها كلاكيع كده، ماشي؟ تعلمي يا اختي تعلمي. لسه شفت حاجة كده؟ بصوا بقى لما كانت في الفريزر كانت سهلة ازاي، اهي شايفين كده. قلبها بقى كويس قوي كده،
طبعا في ناس بتسيح السمنه وتحطها عليها كده. بصوا يا جماعه، اكبر غلط ان انتوا لما تسيحوا السمنه تحطوها على الكنافه. بصوا بقى ايه السبب ان انا ما بحطش السمنه على الكنافه دايركت كده. بصوا لما بتقلبوها في الكنافه بتبقى دي طريت قوي، بتبقى لما تيجي تحطها في صينيه وتضغطي عليها بتقفش في بعضها وبتبقى ناشفه. لما بتقفش في بعضها وبتبقى ناشفه ماشي، بتطلع بتحجر تستويش كويس ابدا ابدا، تمام، وممكن تفتفت منك. لكن الافضل شغل المصانع بيعملوا كده، بيقلبوا الكنافه في السكر ويحطوا السمنه عليها في الاخر. اه كده، ايه كده، دي اول مرحله معانا، ايه خلصناها. تمام، نركن بقى دي كده، نجيب دي كده، هدهن حته سمنه. بسم الله. اه انا هدهن سمنه لسبب، لان انا هحط مكسرات من القعريه عشان لما اقلبها على بوزها تبقى المكسرات فين؟ على الوش اهو، عشان المكسرات ما تجريش مني كده. كده بقى نص المكسرات هنا، اي مكسرات انت تحبيها، سوداني، بندق، بندق، لوز، جوز، عين الجمل، اي حاجه، جوز هند، جوز ياسمين، اي جوز وخلاص، اي جوز. هنطلع اكياس، هنرص بقى كده بسم الله اهو زي ما انتوا شايفين كده. انا هرصها رصه حلوه كده بحيث لما نقلبها تبقى عامله ايه، شكل حلو من على من على الوش. تمام كده، حزمت الصينيه باللوز، محزمه بشويه فستق برضو بسم الله، بس عشان الفستق ده هنبعد بقى كده. وانا حطيت اللوز اللي شويه اللي كانوا عندي عشان خاطر ده كان لوز بقاله فتره في التلاجة فقلت احطه النهارده. تمام شايفين كده، اي مكسرات ممكن تحطي سوداني، زبيب، زبيب ما ينفعش على الوش كده يتحرق. تمام كده، بالصلاه على النبي. هذه كده توفى زي خيبتها كده. يعني هم شافتنا واحنا غنيين الفستق بتاعها. الحمد لله امي نايمه. ماما كانت هتحط واحده هنا واحده هنا واحده هنا واحده هنا، اربعه بس. حلوين. عندي بندق بقى، البندق ده بتاعنا، حط براحتي، حط زي. طبعا المكسرات دي يا جماعه نيه، لان لسه هي هتخش الفرن وهتبقى في القعر فهتتحمر، واخدين بالكم اهي. هرصها بقى كلها واخلص. اتعلمي يا اختي، اتعلمي، ولا منك ولا كفايه شرلك. هتعلم رص البندق، كل حاجه تتدرس، تتدرس، اتعلمي وانت ساكته. حط شويه فستق كمان، سبيل وبلاش، نحط في النص كام واحدة عين جمل اهو. بصوا حبايبي اهو، نرص بقى الكنافة. بصوا كده ما ترمهاش مرة واحدة عشان خاطر الايه الزبلايط بتاع الرسمة ما يبص. دي طبعا هتبقى كنافة سادة مكسرات من تحت، ممكن طبعا تحشيها عادي جدا يعني، ناخد بالنا من الزبالات بتاع الرسمه. طبعا هنجيب صينيه اصغر منها ونضغط بيها بس لما ايه نحط الكميه بتاعتنا كلها. طبعا كل ده لسه يا رجاله ما حطيناش الايه، ما حطيناش الايه ياسمين، السمنه. برافو عليكي، سقفه ياسمين، ياسمين مركزه. هيتهيأ لكم انها عالية بس هي مش عالية عشان خاطر دي كنافة سادة. بايديكم كده اهو بالراحة. هجيب بقى صينية اصغر يا رجالة واضغط بيها.
بحيث ان وش ال بحيث ان الكنافه الصينيه ما تجريش مني، وفجاه الاقي الرسمه اللي تحت بقت وشها في قفاها. اسويها بس الاول كده اهو بالصلاه على النبي. اجيب بقى صينيه اضغط بيها عشان تبقى كلها سوا واحد. نجيب بقى صينيه، بسم الله، نضغط جامد قوي كده اهو دي عشان خاطر اصغر شويه، وانا ايه بحركها كل شويه. بصوا الاسلم احطها على الارض واضغطها واوريها لكم. خلاص كده سويتها كويس قوي، لسه طافيه على الشربات اهو. بسم الله، احط السمنه وهي ايه في الفرن كلها تسيح على بعضها. الصينية دي بتاخد كوبايه ربع سمنه، تمام. انا هرصها كده بايدي. اهي انا مشغله الفرن من شويه، مشغله من تحت بس ما شغلتش من فوق خالص غير لما احتاجت، ما احتاجتش خلاص شغلها في النص على 180، احطها في الرف اللي في النص على الشبكه واشغل من تحت بس، وبسيبها تقعد تقريبا تلت ساعة أو نص ساعة. أسيبها بعد نص ساعة هوريها لكم. السمنة دي مش كتير يا جماعة، كوباية ربع بالظبط، تمام. طبعا الكنافة لما بتستوي وفيها سمنة زيادة بتنطر على الوش، لو فيها زيادة هوريكم إن هي ما فيهاش زيادة، لو فيها زيادة برضه هوريكم إذا كان فيها ولا ما فيهاش. الشربات أهو، بس لونه غامق لأن ده سكر تموين، لونه أسود. سيبه بقى يبرد براحته لحد هو هيبرد وهيتقل شوية لحد الكنافة ما تستوي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا حبايب الكنافة أهي، السمنة مش كتير خالص، هي قربت تستوي. أول ما تتحمر من الجناب ووشها يحمر، لو الوش بتاعها ما احمرش هنضطر نشغل الشواية من فوق نحمرها شوية، لو الوش احمر يبقى خير وبركة. هنسيبها كمان 10 دقايق وبعد كده نوريها لكم. أدي الكنافة يا حبايبي، أول ما تقعد تقول بسم الله بسم الله. كده الضوء دي بتظلم والله يا جماعة. هقلبها بقى عشان ما تعرقش، وحبة الشربات اللي باقيين دول هحطهم على الوش. بسم الله. استنى استنى يا عم، منفع النور ده يظلم الحاجة. بسم الله. واو، ايه لك يا عسلوية؟ تعالي بقى فوق بره عشان الإضاءة أحسن من هنا. من هنا بصي يا عسلوية. بسم الله. شربتها على قد شايفين بس كده، يعني تشرب الشربات كله هدا بقى شويه نبتدي نقطع منها. بصوا طريقه ازاي اهي. بصوا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا طريقه ازاي نقطع بس حته صغننه كده. بصوا بصوا طريقه ازاي دول كده، شفتوا حلوه. والسمنه اهي مش كتير ولا حاجه، اهي المكسرات اتحمصت دول كده يا ماما. لا غرفيلي غرفي ومحشي ايش دعوة. جميلة حلوة يا حبايبي، اتمنى تجربوها. بس هي مستنيه تعليقات. حلوة جميلة، حلوة قوي، سكرها حلو مش كتير. مظبوطة، جربوها يا جماعة بالطريقة دي ان شاء الله تعجبكم. طبعا ممكن طبعا تحطوا سوداني بدل ده كله، ممكن تخلوها سادة زي ما تحبوا، ممكن تحطوا كريز. جربوها. والمكسرات بصوا اتحمصت، ده نقت الفستق كله. يا نهار ابيض، تيجيكم مثل لو شايفين انها تعمل. يا نهار ابيض يا جدعان، مش كله والله يا ماما، ده الكنافه ده الفستق اكتر من الكنافه. الفستق ده انتوا هتعدوهم بالواحده على فكره. جربوها يا جماعه بالطريقه دي ان شاء الله تعجبكم. اشوفكم على خير ان شاء الله. قول لنا كده يا سميح احنا عملنا ايه.
اعيد من الاول. قول. لا كتير قوي. علم في المتبلي مصباح ناسي. اه عملنا الكنافه. ايوه. وبعد كده حطينا عليها السكر البودره. قد ايه؟ حتتين كده. حتتين قد ايه يعني؟ نص كوبايه. نص كوبايه. معلقتين. معلقتين ماشي. اه. وبعد كده حطينا السمنه عشان المكسرات ما تلزقش، ما تتدحرقش. ما تتدحرقش. وبعد كده حطيناها في الصينيه وقعدنا نضغط عليها جامد قوي. وبعد كده حطينا السمنه من فوق. حطينا قد ايه سمنه؟ كوبايه الا ربع. ده اختك الشيف صدفه وامك الحاجه فاطمه. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. شيف اما اقول لك. شيف اما اقول لك. يلا سلام عليكم.